ما عندكش نظر وبوظت لي شغلي. اهو سواق اهو. صباح الخير يا باشمهندس. عفوا يا باشوات، لا مؤاخذه، انا عارف ان الركنه هنا بتاعت الابيض واسود ممنوعه. اوبر ولا كريم؟ اوبر ولا كريم؟ لا محمد حسين. فاضي؟ هو انا ورايا حاجه غير ان انا فاضي يا باشا. اومر مدير الفندق عايزك في مشوار. مدير الفندق نفسه؟ اه. 350 جنيه. طب اجي اتفاهم معاه لوحدك كده. يلا يلا. قلت لك اسكت خلاص ما تتكلمش خالص. نتفاهم معاه. يلا يلا. طب يلا بينا. طب اطلع على باب الفندق ولا اروح فين؟ استنى فين؟ لا لا انت انزل في الجراج تحت عبال ما نبلغه ونجي لك. اوعى بقول لك. ما تتكلمش خالص، ها؟ انا اللي هتكلم. حاضر حاضر. تمام يا فندم. السواق اللي سيادتك طلبتيه يا فندم تحت يا فندم منتظر في الجراج، اسمه محمد حسين. ايوه كده. وما طلعتوش على هنا ليه؟ الو فين السواق يا ايمان؟ ايوه يا فندم، اتفضلوا على بوابه الامن. منكوبه والله منكوبه، ولا ليكي في السياح. ايه المنجايه اللي جايه دي؟ انت انا؟ ايوه انت. امورين. انت محمد حسين؟ اه انا محمد حسين. دلعوني بحماده. انت بقى هتدلعيني بايه؟ افندم هتدلعيني بايه؟ انا ما قلتش هتدلعيني بايه. امال قلت ايه؟ قلت هتندهيني بايه. ممكن لو سمحت تبطل اسلوبك البذيء ده. بذيء ايه وفي يونكا ايه؟ انت مين اصلا؟ انا الاستاذ ايمان اللي بعت خليهم يجيبوك عشان تشتغل هنا. اهدي. طيب انا ما اعرفش كل اللي حصل وانا مش موجود. اتفضل يلا تعالى ورايا. يا ريت. ايه؟ ايه يا ريت دي؟ انا ما قلتش يا ريت. امال قلت ايه؟ انا قلت انا جيت. اتفضل يلا تعالى ورايا. صلاه النبي، قط جبل شارد. وبعدين بقى ايه قط جبل شارد دي؟ انا ما قلتش قط جبل شارد. امال قلت ايه؟ انا قلت هقط شنب جامد عشان الوظيفه، يعني مش دي وظيفه؟ لازم اقط. اتفضل يلا تعالى ورايا. مين ده يا ايمان؟ محمد حسين، السواق الجديد يا فندم. اسمك ايه يا ابني؟ فضل شاكر. نعم؟ قالت لك محمد حسين يا باشا. طب سوق؟ لا مش من دسوق. بتعرف تسوق؟ لا انا طبعا بعرف اسوق. رخصة؟ معاك رخصة سواقة؟ انا اول مرة اسمع دلوقتي. اه طبعا ما اعرف سواقة، ما بسوق كده سعادتك. من عليك غلباوي. والله لا غلباوي ولا زملكاوي، بشجعش الكورة. ايمان خد الراجل ده من قدامي، يلبس بدلة عم ابراهيم ويستنى بره الاوتيل جنب العربية. اه مستر شوقي، لسه مبلغيني دلوقتي ان الشيف كمال مش عايز يطلع من الصاله الفي اي بي. اه عايز ينزل وسط الناس. لا يا فندم مفيش حد بيضحك. انا مش عارف هي دي بدلة عم ابراهيم ولا ده الصوان بتاعه. هي بصراحة كبيرة عليك حبتين، بس معلش اهو يومه هيعدي. قولي لي بقى امان باشا، احنا رايحين نجيب مين؟ احنا رايحين نجيب اهم رسام عالمي في اوروبا. هو مولود في مصر بس جاي هو وبنته بعد رحله نجاح وكفاح 37 سنه لحد ما بقى الدكتور شريف كمال، وقرر يرجع مصر النهارده. وراجع ليه بقى؟ ممكن تقول حاله حنين. وحنين عامله ايه دلوقتي؟ لو سمحت ممكن تسوق وانت ساكت؟ حاضر. الله حلو قوي ريحه البرفيون ده. اسمه ايه؟ خليك. حلو اسم جديد برضه. في منه رجالي؟ لا 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 مش ممكن مش ممكن. لا والله بجد مفيش منه خالص كده. هو انت ايه؟ ما بتسكتش؟ اسكت افصل سوق وانت ساكت. حاضر. شريف كمال شريف كمال شريف كمال. يلا يا جدعان شريف كمال. ايوه 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 شريف كمال. ايوه 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 انا ايوه يا حاج شريف كمال. شريف انا شريف زفت. انا مش عايز شريف زفت، انا عايز شريف كمال. انا شريف كمال اللي من فرنسا. الله باشا شريف كمال اللي من فرنسا. استاذ ايمان، ايمان باشا شريف كمال من فرنسا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. حضرتك نورت مصر والله. الله يخليك. انا ايمان منصور، مندوبه من الاوتيل اللي حضرتك هتشرف فيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بنتي لوجين. اهلا وسهلا يا فندم، حضرتك نورت. ايه يا شريف هنقعد كتير واقفين ولا ايه؟ لا 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 ابدا، مش تعرفين على المسيو؟ المسيو؟ محمد حسين يا فندم. دلعوني بحماده. شكرا. انا عايز الشنطه بتاعتي الصغيره. حاضر الشنطه الصغيره، اتفضل يا باشا. وحقن الانسولين اللي باخدها. اتفضل.
ايه ده؟ مش ده تمثال رمسيس اللي كان عند محطة مصر؟ لا ده تقليد يا باشا، فيتي كوبي يعني لزوم السياحة. لزوم السياحة؟ اه. يوم يدي ظهره للي جاي من المطار ولا المفروض يستقبل السواح بوشه؟ والله هو مدي ظهره للداخلين البلد، يا تقدر تقول واخد حذره. اه تمويه يعني. انما بقى اللي يجي خارج منها يلاقي رمسيس واقف له. يعني قد تكون سياسة بلد مثلا لندغ الإرهاب. لا حبيبي، مصر طول عمرها محروسة، يا ما جه عليها ناس وراحوا، وهي على طول مصر دي أم الدنيا، بلد المعز. بلد المعز وأم المصريين وأم الخلول. أم الخلول؟ مصر أم الخلول؟ آه طبعًا أم الخلول، من قديم الأزل. إحنا أقدم أمة في الكون، من أيام الملك فاروق. لو سمحت، ممكن تبطل كلامي وتركز في السواقة؟ ها؟ عشان انت كده قربت تفضحنا. سيدي براحته، انا مبسوط قوي ان انا بسمع حد بيتكلم باللهجة المصرية اللي انا بحبها. بص يا حبيبي. ايوه. الشنطة دي اللي بتجيب الفلوس. ازاي بقى؟ اه. دي فيها عدة ادوات الوشم بتاعتي. اه. فهمت انا كده بقى. فهمت انا امان باشا كده بقى. فهمت. يعني حضرتك بقى كده غيرت من مهنة التنتو والرسم لتجارة المواشي. مواشي؟ شو بيقول بتاجر في بيعمل المواشي دلوقتي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ الدكتور يقصد يعني ان هو طور من الرسم بتاعه، خلاه وشم على الجسم. اه خلاه وشم على الجسم. يلا بقى، هي نوايا. اتفضلوا يا باشا. الحمد لله على السلامة. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. شكرا. اتفضل. بس عايز اسأل سؤال يعني، معلش يعني لا مؤاخذة يعني. يعني هل الرسم ده يعني لا مؤاخذة يعني شغلها بتكسب ولا في الفلنكاشي؟ ايه فلنكاشي دي؟ ها؟ ايه فلنكاشي دي؟ فلنكاشي يعني هل هي بتجيب في الناس في اوروبا بيقدروا الفن التشكيلي خالص. اه. عارف انا اخر لوحه انا رسمتها اتعمل عليها مزاد عالمي، اتباعت بكام؟ اكيد انت رسام عالمي مش اقل من 3 4000 جنيه. اتباعت ب 35 مليون دولار. لا والله الحقيقه يا امان. ايمان؟ الحقيقه يا استاذ امان بيقول لي 35 مليون دولار. اتفضل يا باشا. ايه اللي انا شايفه ده؟ ده الراجل مش مركز مع اي حاجه غير مع الواد اللي انت جبتيه ده. اسمه ايه ده؟ ده ايه؟ ساحر له ولا ايه؟ عنده قبول. اتراكتف. اتراكتف؟ طب ايه رايك بقى شغله معايا خلص لغايه هنا؟ من بكره هشوف سواقين جداد. اتفضلي. اتفضل يا استاذ. اهو. الله الله على النيل وحلاوته. يا سلام، وحشاني يا مصر، وحشاني. لوجين تعالي تعالي شوفي اجمل منظر موجود في العالم، مش موجود الا في مصر. تعالي تعالي بصي. شريف ما تبقاش تتكلم المره الجايه مع حد غريب ما نعرفوش، ده في الاخر حته سواق. دمه خفيف وظريف وعجبني. طب ايه دخل ظروفه انه يعرف تفاصيل عن دخلك وفلوسك؟ دي فلوسك فلوسك فلوسك، مفيش فايده. ما بتفكريش الا في الفلوس وبس. طول عمرك ما بتفكريش في حاجه الا في الفلوس والماده. يا بنت هنا مصر حاجه تانية، هنا الناس عندها حاجات اهم من الفلوس. انا فاهم دماغك كويس قوي. انا من ساعه ما قلت لك ان انا ناوي ارجع مصر والموضوع ده تعبك قوي. لا 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 مش قصدي. لا انت ازاي تفكر كده؟ ازاي يخطر على بالك حاجه زي كده؟ عشان بنتك ومدير اعمالك. بس الحقيقه لازم تتقال بقى. كان اللوحه دي اولى انها تترسم في فرنسا قبل ما اموت يعني، مش كده؟ لا بعد الشر مش قصدي اكيد. بص يا لوجين، انا طول عمري بعاملك زي بنتي بالظبط، مش بنت مراتي. الله يرحمها كان نفسي يكون بيني وبينها اولاد، لكن اعتبرتك انت بنتي وما قصرتش معاكي في اي حاجه. كان نفسي مره تغلطي وتحسسيني فعلا ان انا زي ابوكي. الو. ايوه. ايه شنطه ايه؟ ايوه شنطه الوشم طلعها لي. لا اديها لحماده السواق اللي جابني، خليه يطلعها لي فوق. مش معك
هم متوصلين بالجرس ولا ايه؟ بس اخرسي خالص اسكتي بقى. بقى اهلا يا حبادة. لا مؤاخذة يا باشا. اتفضل. اتفضل فين؟ ده اختو. لا. عايز حاجة؟ اتفضل خش جوه. أنا مش عايز أعمل مشاكل بس. عليه مفيش مشاكل ولا حاجة. تشو ميكوت جامي. أشكرك إنك جبت لي الشنطة بتاعتي ده، ميرسي خالص. خلصي بيه. نو. مفيش حاجة اسمها نو. ميندان إلي دوفوني تون أمي. إلي فا فيغ أفيك مو. أنفيت لو. طونك تي أنفيت لو. سيبك من البرطبة ده. بتتكلم ولا بتعمل إيه؟ المفروض إن أنا مديرة أعمالك وتحترم كلامي قدام الناس. دوشة دوشة دوشة. ده أنت ما بتعبرنيش حتى ما ينفعش. ده عين. وحقي قال لي اللي ده عين. أنت تتحرش بيا؟ نمتوش با إسباس دو كرابي. تشو فيغا. ولا يهمك ولا يهمك، سيبك من البرطمه دي. فين الشنطه؟ اهي يا باشا الشنطه. الله يخليك، مش عارف اقول لك دي مهمه جدا في حياتي. طبعا. حطها هنا زي السنة. حاضر يا باشا. هتا دي فيها حياتي. ما اعرفش دي ايه. يا خبر ابيض، دي كل حاجه، كل حياتي فيها. لا مؤاخذه ناس، معلش ما اعرفش، هو انت قلت لي حطها هنا؟ معلش حطها. لا مؤاخذه يا باشا، حطها برفق مش كده. امرني بحاجه يا باشا. دي واحده، دي واحده. تعالى تعالى بس، تعالى خد ال 500 جنيه دول. اعمل بيهم اجيب بيهم ايه؟ لا ده حلاوه انك جبت لي الشنطه دي. لا والله. والله حلاوه الشنطه. ايوه ده نفسي تضيع واجيبها لك تاني. مروه عفوا يا ريس. ونادين عفوا يا حسين. ناجي مساء الفل يا حماده. بس انا فهمت طلبكم، خدوا الارداف دي هترسمكم وتقرب العرسان منكم. طب ما مصيره ما يشوفونا على طبيعتنا. يا ستي الضلبه ستاره، ابيض في النور ومفيش حاجه هتبان. لا يا عم ناجي، احنا عايزين نفضل كده على طبيعتنا احلى. اسمعي بس يا بنت، انا بظبطك. لا لا احنا كده احلى. الحق عليا لو عاوز اعمل منكم ستات. يلا يا راجل يا ممحون. يلا يا ولاد الكلب يا زباله. وناجي حبيبي. ايه يا عم حبيبي؟ حبيبي حماده وحشني. وحشني ايه يا ناجي؟ انت اخي غاوي لعب عيال كده. بس دخلت عليه. دخلت. خوف. خوف. طب جالي اسهال عشان تستريح. ايد حقيقي دي ولا ده حقيقي؟ عيد. ايوه كده. اعمل ايه بس يا حماده؟ حد يصدق ان انا اول دفعتي في فنون جميله وواقف الوقفه دي؟ يا عم نجح من ربنا يا عم، انت واقف على رجلك في غيرك زاحف. ده في ناس بنطلوناتها ابيض واسود من القعده على الارصفه. قول الحمد لله. الحمد لله. انت نكدت عليا. ها؟ نكدت عليا. اما دي وظيفه الصديق بقى، ما انت بتتكلم فيها. بس انت فين يا عم؟ عندك برفيون حلو. انت بحلى المصفي. حاجه جديده اسمها انوثه. دي احط لها روج دي قبل ما ابخها. لا انوثه، اسمع بدي. انا هرشها. ماشي. للدرجه دي حلوه؟ مبهره مبهره. الرياضه دي يا ناجي. انت جايبها من تحت بطنك ولا ايه ورشاش عليا؟ دي من بعد 10 ثواني بالظبط بتقلب ريحه. ايه؟ ايه بقى؟ ملائكي. تصدق حلوه دي. عيب يا اخي. يلا اذا زي يا سيدي مش عارف اللي حصل. هي بقول لك كانت عايزه نفس اليوم برضه. او المصحف نفس اليوم. نفس اليوم والله يا نفس اليوم. يلا صباح الفل. يا راجل بقى تصدق على فكره البنات كان عندها حق، انت راجل ممحون. ضحكت عليه وحطيت له نفس الازازه المعفنه. كنت فين النهارده انت؟ انت فين؟ اللي انت بتعمليه ده على المسا ده وعلى الارض ده. والله. انت اتخضيت ولا ايه؟ اتخضيت؟ انت خليتيني على نفسي عملتها يا منى. ما تزعلش مني، انا قصدي بس كنت افاجئك يعني ان انا موجوده في الشقه وكده. طب عايزه ايه؟ وايه اللي جابك هنا ودخلت هنا ازاي؟ دخلت هنا ازاي؟ ما انت عارف ان انا معايا نسخه من مفتاح الشقه. الله. اقعد اقعد، ده انا عامله لك اكل يستاهل بقك. وتعملي نسخه من مفتاح الشقه ليه؟ مش ابن خالتي ولازم اطمن عليك واشقر عليك كل شويه؟ وابن خالتك تروحي عامله له نسخه؟ بس بقى خلاص ما تزعلش، بقول لك جايبه لك اكل وده اولا. طب وسابعا عشان خاطر تاخدي بعضك وتكلي على الله بقى. ايه اتشليت ولا ايه بت؟ مكسوفه. ومالك بتقوليها بترجرجيها قبل ما تطلعيها كده؟ مكسوفه ليه؟ اصل انا بصراحه كنت بتفرج على فيلم السفيره عزيزه بتاع سعاد حسني لما كانت بتطلع شقه الاستاذ شكري في غيابه. الاستاذ شكري؟ شكري اللي فوقينا؟ شكري فوقينا ايه؟ شكري سرحان. بتاع فيلم النمر والكلاب.
ايوه لسه كلاب. ايوه بالظبط لسه كلاب عارفه. برافو عليك. هو بقى لما كانت بتطلع الشقه عنده هو مش موجود. عشان بقى ايه تغسل له هدمته وتروق له قعدته وتطبخ له لقمته. قلت بقى يا بنتي يا منمن هي سعاد حسني فيها ايه ازيد مني؟ عندها عينين عندي عينين، عندها بق عندي بق.